بعلم الوصول هو عنوان الفيلم السينمائي الجديد الذي تقوم ببطولته النجمة بسمة ويشارك فيه مجموعة من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وتدور أحداثه حول إحدى السيدات التي تمر بأزمة نفسية حادة. تعالوا مع بعض نتابع ونشوف إيه اللي حصل في العرض الخاص للفيلم. جديدك إيه الفترة اللي جاية؟ من أسبوعين بدأ عرض فيلم رأس السنة، النهاردة بعلم الوصول، وقريب إن شاء الله هننتهي من تصوير فيلم ماكو. ماكو مش كلمة عراقية، بس أحب أوضح إيه معناها؟ لا، ما أنا لو قلت لك معناها يبقى أنا بحرق الفيلم، فاستنى بقى شوية. بس ومنتظر إن هو يتعرض إن شاء الله. إن شاء الله. أخيراً لكل جمهورك اللي بيحبك في العراق من خلال شاشة الشرقية، تقول لهم إيه؟ أقول لهم يا رب أيامكم كلها تبقى سعيدة ومرتاحين البال، ويا رب نبقى في مصر قادرين على إن إحنا نقدم لكم فن تستمتعوا بيه. إن شاء الله. بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق والطاقة. شكراً جزيلاً.